زي ما عرفنا درجات الحرارة وتعرفنا على حالة الطقس، تعالوا نتعرف على آخر الأخبار والمستجدات في النادي الأهلي وفرقه المختلفة وجميع الأنشطة اللي فيه مع مراسلتنا العزيزة مريم سميح الموجودة في مقر النادي بالجزيرة. صباح الخير عليك يا مريم، اتفضلي سامعينك. صباح الخير على كل مشاهدينا مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، بصبح عليك يا كريم وبصبح عليك يا نهواند. إن شاء الله يكون يوم سعيد على كل جماهير النادي الأهلي في كل مكان. من داخل مقر النادي الأهلي هنا بالجزيرة هننقل ليكم أهم أخبار الفرق الرياضية، سواء الفريق الأول لكرة القدم وكمان الفرق الأخرى على مستوى الألعاب الأخرى. البداية طبعا مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة المدير الفني بيتسو موسي ماني. النهاردة إن شاء الله الفريق الأول هيتجمع الساعة 12، هيكون التجمع ده طبعا قبل بدء المسحة في تمام الساعة 1 ظهرا قبل بدء المران. كمان النهاردة هيكون في تفاصيل كتيرة جدا في المران، لأن النهاردة الجهاز الطبي هيعلن أو هيطمننا على نتيجة أشعة وليد سليمان بعد إصابته في المباراة الماضية. الأهلي النهاردة هيستعد خلال المران لطبعا يعني الجولة التاسعة في بطولة الدوري الممتاز اللي هيقابل فيها بعد غد الخميس نادي المقاولين العرب على استاد والسلام، ده طبعا بعد تعادله سلبيا مع البنك الأهلي يوم الأحد الماضي. كمان عايزين ننتقل إلى يعني الألعاب الأخرى اللي طبعا يعني النادي الأهلي حققنا فيها على يعني تحقيق دايما الانتصارات، والبداية مع الفريق الأول لكرة الطايرة رجال اللي واصل عروضه القوية جدا بعد الفوز على يعني نظيره بترو جيت أمس في المباراة التي أقيمت على صالة الأمير عبدالله الفيصل. كان في مباراة قدموا الفريقين مباراة قوية جدا، ولكن استطاع فريق النادي الأهلي أن يقتنص فوز ثمين جدا بعد الفوز بثلاث أشواط نظيفة مقابل لا شيء، لأن النتيجة جاءت كالتالي 25-11 25-19 و25-17. عايزين نفكر مشاهدينا ان ده الفوز السابع على التوالي في بطولة الدوري للفريق، وكمان المدير الفني للفريق محمد مصلحي حرص ان هو او حرص على تدوير مشاركة اللاعبين خلال هذه المباراة، ده طبعا علشان يطمئن على جاهزية جميع اللاعبين وكمان علشان يقدموا مباراة قوية خلال الفترة المقبلة. ننتقل للفريق الاول لسيدات كرة الطايرة واللي كمان استطاع ان هو يعني يحقق فوز غالي جدا في المباراة التي أقيمت بينه وبين نادي الشمس مساء أمس الاثنين على صالة نادي الشمس، والمباراة انتهت بنتيجة 3-0. كمان النادي الأهلي الحقيقة استطاع أنه هو يفرض سيطرته من بداية المباراة وحتى نهاية المباراة، لأنه قدم في الشوط الأول تقدم فيه بنتيجة 25-23، الشوط الثاني بنتيجة 25-21، والشوط الثالث بنتيجة 25-20، ده طبعا بعد فوز النادي الأهلي في المباراة السابقة على نادي الزمالك بنتيجة 3-1، وكمان هيلتقي مع نادي الطيران يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الدوري، بنتمنى له طبعا يعني تحقيق الفوز. كمان فريق ناشئات الجمباز بالنادي الأهلي يعني استطاع ان هو يحصل على 18 ميدالية ذهبية في بطولة كأس مصر لموسم 2020-2021، استطاعت او فازت 18 لاعبة في المستوى الأول للجمباز الفني ده برئاسة محمد فؤاد حبيب اللي بيرقص جهاز الجمباز. أخيرا عايزين نفكر مشاهدينا النهاردة إنها تقام يعني مباراة في تمام الساعة 6 مساء بمقر النادي الأهلي بالجزيرة بصالة النادي الكبرى، هتجمع ما بين يعني فريق كرة السلة رجال وما بين نادي جزيرة الورد، ده طبعا ضمن منافسات يعني دوري سوبر المحترفين. دي كانت أهم أخبرنا النهاردة على مستوى الفريق الأول لكرة القدم وكمان الألعاب الأخرى من داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة. بشكركم جدا، العودة للاستوديو مرة أخرى. ده إحنا اللي بنشكرك، شكرا جزيلا زميلتنا العزيزة مريم سميح مراسلة قناة النادي الأهلي من فرع النادي بالجزيرة، شكرا لك.